فرنسا وفي تصريح منذ قليل صدر عن الرئيس الفرنسي، يعني رأت أن ما يحدث في النيجر هو لا يعدو كونه مغامرة، وطالبت بإنهاء هذه المغامرة في غضون 24 ساعة وإلا. فبالطبع فرنسا وهي تحتفظ أستاذ كارزان بقاعدة عسكرية في النيجر وقوات لمكافحة الإرهاب أيضا، ألا ترى أن إنهاء هذا الدور الآن سوف يهدم جهود سنوات ويفتح المجال للجماعات الإرهابية من جديد، أم أنها سوف تتدخل أكثر فأكثر؟ مساء الخير آنسة أميمة. بداية الأمر، بجانب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا بأن أمام الانقلابيين إلى يوم الغد لإنهاء هذه اللعبة السياسية أو العملية العسكرية الغير مرحبة بها، وإلا فإن كل الخيارات أمام الطاولة الفرنسية. بداية الأمر، إن ما جرى في النيجر هو ضرب مصالح الفرنسية بشكل أساسي، ضرب مصالح الاقتصادية لصالح دولة أخرى أو لاستراتيجية أخرى. ما يقوم به أو ما قام به الانقلابيون في النيجر باعتقادهم أنهم يمكنهم التحكم على الثروات الاقتصادية والسياسية والجغرافية في النيجر، لكن ما لم يدرسوها ان النيجر او جغرافيا النيجيريا جغرافيا محاصره، لا يمكن، ليس لها منفذ بحري او منفذ جوي بعيدا عن الدول الاقليميه او الدول الجاره لها. ما قررته في بدايه الانقلاب منظمه الاكواس بان الخيارات العسكريه، يعني ابرز الخيارات اللي كانت مطروحه الى الان وهو الخيار العسكري. أعتقد فرنسا الآن تدرس كل خياراتها، تدرس كل استراتيجياتها، وتعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، إلى نصابها الطبيعي. ربما قد يحتاج إلى بضعة أشهر أو بضعة سنوات أيضا، لكن لا ننسى أن فرنسا خلال العقود الماضية صرفت مليارات اليوروهات من أجل بناء استراتيجيتها، قواعدها، موطئ قدمها في الدول الأفريقية، والآن تأتي مراهق سياسي أو عسكري بدون دارس للأمور الدولية، بدون فهم للاستراتيجيات العالمية، ما يدرج على الساحة الدولية. وصلت، نعم الفكرة.